بيتي والحرف صوتي والندى، شايف يا دنيا بيجرى ايه وليه ده كله بيجرى ليه، وليه ده كله بيجرى ليه ليه يا دنيا. يا زمن لك ناس وناس، رخصت ناس عليت في ناس. ايه يا زمن لك ناس وناس، رخصت ناس عليت في ناس، كبرت ناس من غير اساس، ودهست ناس تحت المداس، وسبت ناس متنهدة. شايف يا دنيا بيجرى ايه وليه ده كله بيجرى ليه، وليه ده كله بيجرى ليه ليه يا دنيا. يا وشوش بقت غير الوشوش، يا غلابة عنكم مين يحوش، يا وشوش بقت غير الوشوش، يا غلابة عنكم مين يحوش، زمن الوحوش ما بيرحموش، واللي معهوش ما يلزموش، ايه بس آخر كل ده. شايف يا دنيا بيجرى ايه وليه ده كله بيجرى ليه، وليه ده كله بيجرى ليه ليه يا دنيا، وليه ده كله بيجرى ليه ليه يا دنيا ليه. اتفضل. ايه يا عم فقعت مرارت، عمال اشخلل لك بالازايز وابص لك من فوق لتحت وانت اللي عايز تسالني ايه الحكايه؟ اه صحيح، ايه الازايز دي كلها؟ احنا عندنا فرح ولا عاملين عزومه؟ لا يا حبيبي بقينا مليونيرات، يلا بينا. اهلا اهلا يا دكتور عزت، مفاجأة ظريفة قوي، انا ما كنتش متوقع ان يبقى لك قرايب هنا في اسطبل عنتر. قرايب ايه يا حازم افندي؟ ده دي من غير مؤاخذة الست والدته، وده اخوه الصغير واخته في الشغل. ايه بس اللي بتقوله ده يا عم حنيدة؟ ناقص كمان تقول له بناكل ايه وبنشرب ايه. اتفضل مع السلامة. الله يا ليه يا دكتور، مالك داخل في سعادة البيش مال كده؟ مش تستنى تفهم ايه العبارة الاول؟ هتكون ايه العبارة يعني يا خالي؟ ده بني ادم اصلا. لا يا دكتور عزت، ما تخليش الحزازات الشخصية تضيع على اهلك دول فرصة العمر. انا جاي وجايب معايا الخير. قول الكلام اللي قلته قبل الدكتور عزت ما يجي يا معلم، انت كبير القعدة وتقدر تفهمه الموضوع اكتر مني. ماشي الكلام، الدكتور كمان يفهمه وهي طايرة.
حازم بيه جاي يشتري الاسطبل من مجاميعه، عاوز يدفع في المتر 30 جنيه، لكن لما تراودنا معاه الله يستره خلى 34 جنيه، قال بعد كده ملم زيادة البيعة تخسر. يعني يا حازم بيبقى المبلغ كله على بعضه كام بقى؟ المبلغ الإجمالي 68,000 جنيه. أعتقد إن الدكتور عزت ما عندهوش مانع، فإيه رأيكم بقى نبتدي الإجراءات العملية؟ على خيرة الله ولا حنادق. يوصل مكتبة قتلنا عقدين مبايعة فرير. استنى يا حنادق. معاك حق، معاك حق يا معلمة فعلا، مدام جايب معايا الفلوس يبقى أكيد جايب معايا العقود. مش هو ده المقصود يا حازم بيه؟ لا مش هو ده المقصود أبدا. لا مالك يا عزيزة؟ قد كده الحوش لازمك ويهمك تشتريه؟ مال يعني هدفع فيه الفلوس دي كلها ليه يا معلمة؟ طب وهتعمل بيه؟ لا 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 اسمحي لي يا معلمة، مش معقول لما يجيلك واحد يشتري منك كيلو كوسة تسأليه في الأول هيعملها ايه؟ محشي بالدمعة ولا يخرطها للبط؟ معلش يا حازم بيه خدني على قد عقل، اصلا انا ما دخلتش مدارس زيك كده. دي حكاية بقى عزيزة، مين الكبير بتاع القعدة هنا؟ مين اللي بيتكلم باسم الكل، انا ولا انت؟ انت سيد المعلمين. يبقى خلاص بقى ما تطيريش البيعة. هتعملي زي اللي خطبوها اتعززت وفاتوها اتندمت، ما تصحى للعب امال الزوز. حط في بطنك بطيخة صيفي يا حنيدة، حازم بيه هو اللي جه لغايه هنا برجليه، لا رحنا ترجيناه ولا شحتناه، ولو عايز يمشي برضه مش هنعطله، اهو خد الواجب بتاعه ويا دار ما دخلك شر. انا اصلي بصراحه داخل على مشاريع كبيره قوي، ومحتاج حته الارض دي علشان اشون فيها المكن والبضائع وادوات الشغل. الصحراء عندك واسعه. ايوه بس الصحراء بعيده عن مكتبي، وانا ده بقى سبب مش كفايه ابدا. في شركات كتير مكاتبها في وسط البلد ومخازنها في طريق الهرم او طريق المطار او حتى في طريق السويس او الاسماعيليه. الله، انتوا ايه حكايتكم؟ دول 68,000 جنيه يا عالم. لا مؤاخذه يا خال، اذا كنت عايز تبيع انت بيع، لكن حصه امي في الورثه مش هتنباع قبل ما اعرف سر الحكايه دي ايه بالظبط. جدع يا دكتور، طول عمرك فهيم ومعايا على الخط. تسمحوا لي اتكلم بصراحه؟ بحكم خبرتي المناوره دي انا فاهمها كويس قوي، انتوا عاوزين ترفعوا السعر شويه، انا مش هكسفكم، نخلي المبلغ الاجمالي 70,000 جنيه. لا 80,000 ولا 100,000. امال كام؟ احنا نشهر بعضينا ونبقى نقول لك. ايوه بس انا مستعجل، واحنا كمان ما نرميش حالنا ورسمالنا كده بالسهل. فوت علينا يا بيه بعد يومين او ثلاثة هتلاقي الرد جاهز. طب 100,000 الخلاصة قلناها. تشرب الزوزة؟ مالوش لزوم بقى، قصدي يعني نشربها المرة الجاية لما نيجي نخلص الاجراءات، اصلي بصراحة مستعجل قوي، كنت عايز انهي الموضوع ده قبل ما يبتدوا هدد الجنب التاني من الحارة. سلام عليكم. استنى شوية حرامي. عزت مش كده يا ابني الراجل ضيف عندنا؟ ضيف ايه يا ام عزه؟ ضيف ايه؟ الحكايه ظهرت اهي على عينك يا تاجر، البي قالها من غير ما ياخد باله. الحكايه يا عتره ان الحاره هتنكشف على الميدان وهيبقى سعر الارض فيها ايه. البي جاي يسرقنا بسلامته. يا ابني ليه جاي تلعب معانا لعب على كبير؟ طب انا انت النهارده استنى انت حنيدق. هو عزيزه يا بي مش عيب برضو اللي انت جاي تعمله فينا ده؟ اهو يا معلم واحنا ناقصين جاي تسرقنا. ولا كلمه ولا حرف، انا مستعد لاي تعويض، بس المهم ان انت قبل المستشفى. انا اسف جدا يا مدام، بس حضرتك كمان كنت بتعدي الشارع من غير ما تاخدي بالك من العربيات. انيسه نعمات مبارح بيه؟ انا انسى بالعربيه. ما فيش حاجه، ده احنا طلعنا قرايب ولا حاجه. اتفضل. شكرا يا جماعه. اتفضل. متشكرين. ما فيش حاجه. اتفضل. اتفضلي اتفضلي. منك لله سيبتي ركبي. يا سلام يا اخوي، لو كان جرالي حاجه دلوقتي كنت انت ولا غيرك نفعتوني. لا طبعا. هنروح على فين بقى دلوقتي؟
على المستشفى؟ لا لا لا، أنا بتكلم جاد. نتغدى سوا. عبد الحاتي. المحلات دي مش بتاعة رجال الأعمال. أنا النهاردة هفرجك على دنيا تانية خالص. أنت يا عمرك دخلتي أوتيل كبير؟ ها؟ لا، وبعدين متهيألي ما أقدرش أروح بالمنظر ده. وماله المنظر ده؟ يعني لا لا، كده كويس قوي. طب بقول لك إيه؟ ما تخليه عشا بدل غدا. برضو مش عايز تقولي اللي جرحك كده؟ ليه قلت لي في التلفون إنك عايزني ضروري؟ الحقيقة سبب الموضوعين واحد. ايه هو؟ ان شاء الله استبل عنتر. ايه؟ رحت عشان اتكلم عزت في موضوعك، اتلموا عليا كلهم والنتيجة زي ما انت شايفة. معقول؟ اذا كنت مش مصدقاني يا دولي. استنى، انت رحت لعزت تقول له رد؟ رحت عشان اصحح فكرته عني وعنك. اصلا انا حاسس ان هو فاهم ان انا وانت بنحب بعض و... ويا الحكاية مش كده؟ هيرجع يسكت تاني. سيبك من شعور انا ناحيتك يا دولي، المهم شعورك انت ناحيتي. انا حاسس ان انت متعلقة بعزت قوي، بدليل ان انا كل ما اروح لكم البيت عشان اسأل عنك قولولي مش موجود. هو صحيح ما بتبقيش موجودة؟ بالعكس، طول الوقت في البيت، لكن انا ما بحبش الكذب. تقصد لي انت؟ استني يا دولي، استني، ارجوك تفهم الموضوع غلط. يا دولي ارجوك اسمعيني، ما تظلمنيش. اذا كان قصدك على موضوع جوازي وطلاقي من هاني، فده موضوع لازم تفهميه على حقيقته. قول. اقول ازاي بس وانت بالعصبيه دي؟ يا دولي احنا اتقابلنا انا وانت في ظروف صعبه علينا احنا الاثنين. انا كنت يا دوب لسه خارج من تجربه صعبه ومريره. جوازي من هاني كان غلطه كبيره قوي، بس ما كنتش قادر اتكلم، وكمان ما جاتش فرصه اكلمك انت بالذات عشان ظروفك وفلوسها. 120,000 جنيه برضو كانوا من ضمن الظروف الصعبه. كذب. هي كان لازم تقول عليا كده علشان انا سبتها. لازم تطلعني حرام ونصاب وتلزق لي كل التصرفات اللي مش تمام. ما افتكرش، لو كلامها حقيقي كده ما كانش جابت لك مستندات وعملت لك بيهم قضيه. يا حبيبي ما صدقت لقيتك، حبيت ايامي وحبيتك. انت تاني؟ انت عايز ايه؟ ها؟ وازاي تيجي هنا بالمنظر ده؟ عايز جيراننا يقولوا علينا ايه؟ هو انت ما عندكش تمييز ابدا؟ فاكر نفسك في اسطبل عنتر؟ مديحة جوه بتعمل شيء. اسمع اما اقولك، ما تسوقليش الهبل على الشيطانة. انت ما اشترتنيش لما قيدت اسمي في لجنة الحصر، وبصراحة بقى مش هجيب لك النص ناق. طب عشان خاطر نعنو. قلتلك لا يعني لا، واتفضل بقى من غير ما ترود، عشان عندي ميعاد عايز اجهز له. نوح نون، طب طز فيك وفي فلوسك. انت فاكره ايه يا بيت؟ فاكره انك عندك فلوس؟ دي قروش يا بيت، ملاليم. انا اقدر اصرفهم في طلعه نهار وانا قاعد حاطط رجل على رجل مع اصحابي، امزمز في تفاحه، حبايه مانجا. لا ده انت اتجننت خلاص، بقيت رسمي. جن لما نخبطك يا بنت مجنونه. مخلول انت، بالك الشخص اللي واقف قدامك ده ذكيبه، ذكيبه متعبيه فلوس، اما ميل اسف بالالوفات. انا لو حبيت البس حريص شباسي هلبس. انا لو نفسي هفتني اقدر افطر واتغدى واتعشى كباب. انا اقدر اجيب ساعه دهب، اقدر اجيب جزمة اجلاسيه وشراب استك منه فيه. انا ممكن اخد تاكسي في الرايحه وفي الجايه. امال يا بنت دول مليون جنيه، أهانة من يعيش لحد ما يصرفهم يا بنت. انجري انجري دول الشاي الساعة ده، وروح اعمليني شاي سخن. انا ما احبش البارد ولا البردين. انت بتقول الكلام ده لبين؟ استنى لحظة يا ضربانة. بس جرالك ايه يا بنت؟ مش تستني ما تشوف ايه الحكاية؟ جرى يا عم حنيدة؟ ايه انت داخل فينا شمال كده ليه؟ ما تقول اللي عندك وتخلصنا بقى.
طب انا مش قايل حاجه ابدا الا لما تروح تطلق الشاي ده وتعمل لي شاي جديد بايديها وغصب عنها. دولي وانت فين؟ ده انا مبروك قالت لي ان جالك تليفون من حازم وبعديها خرجتي. فعلا تاني بعد كل اللي سمعتي عنه؟ ماما ارجوكي انا مش ناقصه. يا بنت انا عايزه مصلحتك. دولي انا كنت عايزه اتكلم معاكي بخصوص عزت. انا شايفه انه ما تعيبش وانه مش هلاقي لك احسن منه. قصدي يعني انكم ترجعوا لبعض تاني وتصفوا اللي بينكم، واذا كنتوا عايزين تعملوا الفرح بعد الامتحانات انا ما عنديش مانع. ممكن اعرف ايه سبب الانقلاب المفاجئ ده؟ حازم كمال، لو حطيت الاثنين جنب بعض مش هتلاقي ابدا اي نسبه بينهم. بس يا خساره اكتشافك ده جه متاخر. النهارده بس وصلني انه عزت لعاد عايز يشوفني ولا يسمع اسمي. حتى البني ادم اللي راح يكلمه علشاني اتضرب واتبهدل وانجرح كمان. مش ممكن، عزت واهله ناس طيبين ما يعملوش كده ابدا. تعالي نعمات، جيتي في وقتك. نعمات تصدق ان عزت ممكن يستغنى عن دولي؟ ممكن ده النهارده؟ ايوه. انت متخرفه تقولي ايه؟ ما تتكلمي عدل يا مدام. اصلك ما تعرفيش الحكايه، الحرحه تنهد والمتر في اسطبل عنتر وصل ل 500 جنيه، يعني بالميت هيبقى معاهم مليون جنيه. وحضرتك عارفه بقى الفلوس بتغير قد ايه. اقول حاجه يا مدام؟ قولي. انا رايحه بكره اسطبل عنتر، لو حبيتي يعني لو حبيتي هادي خبر لعزت ان حضرتك والدكتوره عايزينه. هي لا، الحدوده دي خلاص احنا انتهينا منها، ولا عادتش تستعمل كلام تاني. شويه شايف 50 فل الفل. ازيكم يا جماعه؟ انا جيت. ننال نحنيحو، يا الف اهلا وسهلا. النهارده الفل الفل وزيزو تمام التمام، مفيش خناقات ولا اي حاجه. خناق ايه بس يا حنيده؟ كفالة الشر. هو انا وعزيزه نقدر نخصم بعض ابدا؟ ده احنا طول عمرنا حبايب. عجايب، سبحان مغير الاحوال يا ماما. ايه بس يا جماعه، ده حتى مصارين البطن بتتعارك وترجع تروق تاني. انا لما سمعت الخبر الحلو ده قلت ما بدهاش يا بنت يا نعمات، دول مهما كان اهلك وحبايبك لازم تيجي لغايه عندهم وتقولي لهم مبروك. نعمات كفاك يا اختي شغل القلبوره بتاعك ده، وقولي لي بقى المحلسه دي كلها عشان ايه بالظبط؟ الله جراء سيد معلمين. الله، واحنا سكت الزوز تطلع انت؟ عشان انا مش غف زيك هتغف. ولا نعمات احنا فاهمين بعض كويس قوي، ايه الحكايه؟ الله يجازيك يا معلم، طول عمرك رائمني. انا يا جماعه جايه لكم وجايبه لكم الخير معايا. اللي ما يتسماش اللي اسمه حازم قال لنا برضو الكلام ده. لا 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 يا طنطي ام عزت، تفرق كتير قوي. الزبون اللي عندي راجل صالح ومتقي ربنا وحسابه في البنك فوق ما تعدي. ويطلع مين بقى ده ان شاء الله؟ نعمل مرعي بيه ده، حتى سمسمة عارفة كويس. ايه عارفة؟ ده نقطة امرأتك. ايه ده؟ ماما سامية اهدى. لو سمحت يا ماما اهدى يا سامية علشان تعرفي ترد على ماما كويس. تعرفي مرعي بيه ده امتى وفين وازاي؟ انا هقولك يا ماما، هقولك يا ماما. اصل نعمات كانت رايحة عند اخته وخدتني معاها، ما اجرمتش يا ماما ولا هفضل طول عمري عايشة في ام ده، حتى يبقى حرام. قعدي بلاش عبط. قعدي يا عز. ايه بقى حكاية سمرعي ده بتاعك يا نعمات؟ يكونش كمان عايز يشتري الارض ولا ايه؟ ده احنا جالنا الاسبوع ده اكتر من 7 مشترين،
إذا كان هو كمان عايز يشتري الأرض. لا يعني. لا 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 يا عزيزة يا أختي، ملوش دعوة بالأرض دي خالص، ده راجل بتاع مصانع، ملوش دعوة بالأرض. الله، يبقى بعيد عن سكتنا بقى. لا والله يا معلم، قريب منها قوي. هو أنتوا بلا قافية لما هتبيعوا الأرض وتقبضوا تمنها هتكنزوا الفلوس دي تحت البلاطة ولا هتشغلوها وتاكلوا منها الشهر؟ العقل بيقول مالكيش دعوة، خليكي في حال. سيبيها يا عزيزة تكمل كلامها، عايزين نعرف هتقول ايه. كملي يا نعمات. انا بقول يعني تشغلوا الفلوس دي، انهو احسن ليكم، تدخلوا مشروع مترستق وتمام التمام ولا تدخلوا مشروع يا عالم اذا كان هينجح ولا هيخيب؟ لا الاولاني احلى طبعا يا نونا. وده رايك برضه يا عزيزه؟ ها ايوه. يبقى عيال مرعي بيه بقى هو سكتنا للحكايه دي، وانا كلمت الراجل وما عندوش مانع ابدا انه يشارككم. يبقى زبون سك واقع قرب يفلس وهيستنيك. لا 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 يا عزيزه يا اختي، الراجل والشهاده لله ما وافقش الا بعد منهده. هو هياخد الفلوس اذا وافقته طبعا، وهيوسع بيها المصنع، وعلى راي المثل البحر بيحب الزياده، وبدل ما بيكسب له 20-30 ألف في الشهر هيكسب له 40. بس انا النوع 40 دي مش واسعه شويه. اصل انت طيب وعلى نيتك يا حنيده. طب ده نعرف ناس من اللي بروح لستاتهم بيعملوا الارنب بالتليفون. القرش بيجيب قرش، اصعب حاجه هي الخميره الاولانيه، وبعدها تبقى عامل زي الاكسبريس تعدي على المحطات زي الرهوان وانت بتعفر. مش كده برضه يا عزيزه؟ كده هو يا نعمات. بس انت ايه مصلحتك بقى في العمليه دي؟ الله بقى يا عزيزه، ده انت كلك نظر ومفهوميه. اتكلمي دغري، الحكايه مش مستحمله لف ولا دوران. هتاخدي سمساره يا نعمات؟ الجار اولى بالشفعه يا دكتور، وانا مهما كان بنت حارتكم، والخير هيعم علينا كلنا، وانتوا عارفين ان انا ما حلتيش حاجه ولا املك حتى سهم واحد، ما فيهاش حاجه لما تشيلوني جنبكم. واجب برضو نشيلك زي ما شلتينا السابقين. الله بقى يا معلم عرفه، ده انا عملت اللي اقدر عليه وزياده، ده انا سلفتك كل اللي حلتي عشان خاطر تشتري النص نقل، وعرضت على ساميه انها تيجي تشتغل معايا، هي اللي رفضت وقالت لا امي واخويا وخالي يمكن يزعلوا. اعمل ايه يا ناس اكتر من كده؟ اعمل ايه بس يا جماعه؟ خلاص بقى خلاص، احنا هنشوف سمارة بتاعك ده. ايوه بس انا بقول يعني انا شايف. طول بالك يا معلمي، طول بالك، الكلام اخد وعطى. ده احنا نشوف ايه حكايه مرعي بيه ده، نشوف ايه اللون بتاعه، اذا ما عجبناش نديله فرش ابيض ونبقى ما خسرناش حاجه. صح يا خالي، محدش بيضرب حد على ايده ويخليه يعمل حاجه غصب عنه. ما تتقالش علينا قوي بقى يا سيد الكل، قول ايوه بقى، خليك حلو معانا. اما كانت ولا عزيزه، انا قصدي يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حافظ، اهلا وسهلا يا ابني، تعال انا عايزاك. ازيك يا حناتي، وحشاني قوي. بطل اوانطة بقى، بقالك اسبوعين لحد شكك ولا احنا على بالك خالص. اتفضل يا ابني. بالعكس، انا بس كنت محرج اقابل حضرتك بعد ما خرجت المره اللي فاتت زعلان، وما كنتش متخيل ان حضرتك ممكن تكوني زعلانه برضو. يا سلام يا سي حافظ، بقى هي بس اللي يهمك زعلها؟ مفيش حد تاني غيرها؟ بقول لك ايه، بطل الشقاوة بقى، رد على سؤالي، احسن اخلي حماتك توريك النجوم في عز الظهر. جلايا حماتي يا ساميه شد حيلها علينا النهارده ليه كده؟ عشان الحمد لله يا ابني فرجت. الحمد لله فرجت ازاي يعني؟ يعني بعد شهرين ثلاثة هتلاقوا نفسكم متجوزين في أحلى شقة وأحلى عفش. أيوة حماتي، بس ده عصر المعجزات انتهى من زمان، إيه الحكاية بالظبط؟ أيوة يا ابني، بس أكبر من ربنا مفيش. ونعم بالله، بس برضو ربنا عرفه بالعقل. لك حق تستغرب يا ضنايا، إذا كنت أنا لحد دلوقتي مستغربة. بنتي يا سمسمة، خليكي قاعده مع عريسك اما اروح اعمل له كوبايه شاي تعدل المزاج كده اجيبها له. امرك يا ماما. وقعت في ايدين من لا يرحم يا استاذ. بقول لك ايه، انت صحيح تقدري تعكنين عليا؟ طبعا، وعكنين على مديريه كمان،
وهتستحملني غصب عنك، لان اللي واقفه قدامك دي يا استاذ يا محترم خلاص بقت حاجه تانية خالص، بقينا بتوع المليون، بتوع الملابس الشيك والالمازات والذهب والعربيات اللي خارجه لسه من الاجانس. لا الكلام ده مش مظبوط. نعمات ما قدرتش توصل لكم وجهه نظري صح. الموضوع ما هوش مشاركه على مصنع، والا الحكايه ما تبقاش جايبه همها. اعتقد يا دكتور عزت انك هتفهمني اكتر. لا من حياتي ما تحملش هم، كلهم هيفهموك زي بالظبط ويمكن اكتر. في الحقيقه المليون جنيه مبلغ مش بطال كبدايه، خصوصا بعد ما نضيف له ثمن المصنع بتاعي. انت ناوي يا حبيبي تبيع المصنع ولا ايه؟ ده جاله فيه مليون ونص. السعر مش بطال، وهو بفلوسكم وتمن المصنع نقدر ندخل مشروع استثماري له قيمته. ايه بيه بس دي نعمات قالت. انا قلت من الاول ان نعمات ما قدرتش توصل لكم فكري بالكامل. المشاريع الاستثمارية دي اخر صيحة في عالم المكسب اذا عرفت تلعبها صح. ودي تيجي ازاي يا ده شيء يطول شرحه يا مدام عزيزة. حلوة دي شفت؟ مطرة كبيرة قوي يا جدع من معلمة المدام. شفت الفلوس بتعمل ايه عرفة؟ وليه وزوز لسه؟ اقل مميزات المشروع الاستثماري انك تقعد 5 سنين معفي من الضرائب. ده علاوة بقى على المكن والمعدات اللي هتستوردها من بره، مش هتدفع عليها جمارك. ايوه بس ده يلزمه ممول اجنبي. بالظبط. واللي جاي ده جاهز من كله يعني معاه فلوس كده زينا؟ اسمحي لي يا حاجة معزة، ده سؤال ساذج جدا. مش شرط يبقى معاه فلوس، ومع ذلك هياخد نسبة كويسة من الربح. ايوه يا بيه، ده بس يبقى استقراض ولا احنا يعني مختومين على قفاه؟ ابدع منك بيلعبها كده. وياما في النهارده خواجات عايشين في البلد راكبين احسن عربيات وقاعدين في احسن اوتيلات ودخلهم الشهري ما يقلش عن 20-30 ألف جنيه بدون ما يكون عندهم اي راس مال. معقوله؟ طب دي تيجي ازاي وتحصل ليه؟ ما هو لسه قايلها عزيزه، المشروع الاستثماري محتاج واحد اجنبي والا اتحرم من كل الاعفاءات اللي قال عليها من شويه. برافو يا دكتور عزت، برافو. اهو انت دلوقتي بس بقيت على الخط معايا. فعلا انا دلوقتي بس يا مرعي بيه برفض كل اللي بتقوله. لا انا ولا اي حد من عيلتي دي ممكن يتحايل على قانون البلد بالشكل البشع ده. بعدين يا عم بلاش الكلام المكلكع ده، عامل معروف. كمل يا بيه، خليك معانا بعد ما اجيب المكان بقى. يا خالي ارجوك افهم. بس يا ابني ما تسمع كلام الراجل لاخره، ده المثل بيقول اكبر منك بيوم بيعرف عنك بسنه. حتى انت يا ماما، حتى انت. ليه ايه يا عم الدكتور؟ الله انت مستغرب ليه؟ الست الوالده قلبها عليك وعلينا. طب يرضيك انت ان سمسمه ما تتجهزش؟ يرضيك ان اسكن في اسطبل مع حصان؟ يرضيك ان عزيزه تشقى من فجريه لغايه الليل ما يتمسك؟ يرضي كفي تومك على المكنة عشان تعمل قرشين تربيكم بيهم؟ ايه منظارة ولا حنية ورديح لغاية ما ربنا يكرمك وتتخرج من كلية الطب وتعمل لك عيادة وبعدين تقول لنا باي باي ما عطلكوش؟ اتفضل السفرة جاهزة. يلا يا جماعة اتفضل. اتفضل. الاكل الممتاز بيريح الاعصاب ويدي الواحد فرصه يراجع افكاره. اتفضل. دولي ايه الدول انت اخدتيه ده؟ انت عيانه حبيبتي؟ حسب ايه؟ ريحيني رد عليا. ايه بس يا ماما، الحكايه مش مستاهله الخضه دي كلها، ده مجرد قرص مهدئ. مهدئ من انت بتاخدي حاجه زي دي يا بنتي؟ حبيبتي ردي عليا، ريحيني. من حوالي 3 ايام. طبعا من ساعه ما عرفت ان عزت واهله قتلوا خلاص وانه مش هيرجع لك تاني. ماما ارجوكي بلاش تحطي اسباب من عندك وتفرضيها عليا. انا بعمل كده؟ انا بعمل كده صحيح يا دولي؟ معلش
طيب البس الفستان ده. بس انا مش خارجه. هتخرجي وهتبقي زي القمر وهنسهر مع بعض الليله دي. ازاي بس يا ماما؟ دي الامتحانات خلاص. ما تكلمنيش عن امتحانات، مش عايزه اسمع سيرتها. هعمل ابنة جاحد يا حبيبتي لو بصيت حواليا وما لقيتكيش. يلا نور عين حبيبه ماما، يلا البس الفستان هتبقي زي القمر وهنخرج مع بعض. وايه المشروع بقى اللي هندخله مع بعض يا مرعبين؟ والله المشاريع كتير يا مدام عزيزة، بس انا شايف ان مستحضرات التجميل بتكسب 400%. ياه، يعني الجنيه الواحد يكسب 4؟ معقولة دي يا سعادة البيت؟ حكم الستات في الرجالة بقى يا حاجة، مين يقدر يعارض؟ وده مضمون يعني يا مرعبين؟ بصي لنفسك، انتي وهاني وسامية ومدام عزيزة، وانتي تتأكدي في حد منكم ما بيستعملش البانكيك، الروج، الكريم، الشامبو، الرمال، المسكرة؟ ايه اللي بيتكلم عنه اللي ايه الكلام يا اخي؟ اسكت. يعني هو انا اللي لا فاهمه؟ انا مش فاهمه. اهم حاجه عند الست المكياج بتاعها، ذوقها، ومهما كان دخلها بسيط لابد تقتصر جزء منه عشان تشتري الحاجات اللي انا قلت عليها دلوقتي. عشان كده مشروعنا هيبقى ناجح 1000%. ايوه بس ده مشروع استهلاكي مش مشروع انتاجي، يعني ما يفيدش البلد باي حاجه وقلته احسن. بعدين معاك بقى يا عزه، انت هترجع تاني الافكار المنياده اللي في دماغك دي؟ ما تسيبنا ناكل عيش يا اخي. اتفضل يا مرعب يكمل. لا بقى يا عزه، ده انت النهارده بقى مش معقول يا جماعه. بالراحه عليه، الدكتور اكيد بيقرا الجرايد دي اللي ساعات بتكتب كلام يبوظ الدماغ. لا لا يا هاني، انا ما اسمحلكيش، بس اسمح لي يا دكتور اوضح لك بعض النقط المهمه قوي. ايه هي يا مرعبي؟ اولا انا ما اقدرش اشتغل في مهنه الا لاكون بفهمها كويس قوي، وانا عندي فكره كويسه جدا عن مستحضرات التجميل. والحاجه الثانيه ان المشروع الاستهلاكي ما هوش وصمه عار ابدا. اذا كانت المشروعات الانتاجيه مطلوبه فالمشروعات الاستهلاكيه برضو مطلوبه، والا ما بقاش في ضروره للانتاج ما دام ما فيش ضروره للاستهلاك. اسمح لي اقول لك يا مرعبين، كلامك كله مغالطات. الاستهلاك بيبقى ضروره حتميه للانتاج لما تكون المساله خاصه بالمنتجات المهمة لحياة الإنسان واستمرار نشاطه، إنما في الدول الفقيرة أو النامية فمسألة الكماليات دي أساسا. استنى بس عليا يا دكتور، أنا لسه ما كملتش النقطة الأخيرة ودي أهم نقطة، وهي مسألة الأرباح. ما تأخذنيش لما أقول إنكم فضلتوا ناس على قد حالكم مدة طويلة، ومن حقكم النهاردة إنكم تقبوا على وش الدنيا وتشوفوا لكم يومين، وده طبعا مش ممكن هيحصل لو نفذنا مشروع من المشروعات اللي في دماغ الدكتور عزت، لأن دي يا دوب مكسبها 1/10 من المشروع اللي انا بقترحه. ايوه لكن برضه جاي. ثم يا اخي انتوا ليه تتحملوا ذنوب الناس التانيين؟ الناس التانيين دول عندهم فلوس من سنين وسنين، وعاشوا بالطول والعرض وعملوا كل اللي بدلهم. يعملوا بقى هم المشروعات الانتاجيه ويدوا الناس الجداد اللي زيكم فرصه انهم يعيشوا هم كمان. اللي عنده بنت عايزه تتجوز يجوزها، اللي رجليه تعبت من المشي حافي يركب عربيه، اللي عايش في اوضه من البوص يسكن في شقه، اللي وسطه انقطم من الشقه والتعب يروح يرم عظمه على رمل اسكندريه. كلامك حلو قوي يا بيه، يسلم في امك وجاي على الجرح مظبوط. يا ماما دي كلها مغالطات في مغالطات. اسكت يا عزه، تسكت يا ابني. ما هو المصيبه انا ما اقدرش اسكت. ما تقدرش ايه يا دكتور عزه؟ طب ده انت اول واحد اتكوى بالفقر وسنين، وهو انت لو كنت غني كانت الدكتوره دول اللي فاتتك الفته دي؟ نعمات. ايه يا دكتور عزة، هي كلمة حق ولازم اقولها، احنا كلنا عارفين انت قد ايه بتحب الدكتورة دولي، وان شاء الله هترجع لك تاني بعد ما الفلوس تجري في ايديك وتركب العربية والشقة اللوكس وتلبس البدلة الشياكة العياق. عزيزة انت طول عمرك عاقلة وبتوزنيها صح، خليكي معايا نصلح افكار الناس دول. انا بتكلم صح مش غلط يا عزيزة. رأيي لا يقدم ولا يأخر يا دكتور. ليه بقى؟ عشان خالي موافق؟ لا مش عشان خالك بس، انت اصلك طول عمرك في المدارس شقيت بس مش قدنا، وديتها كام شهر وتبقى دكتور. بس امك هيبقى وضعها ايه؟ اختك وخالك وانا وحنيدة كلنا هنبقى ايه؟ عندكم تمن الحوش. خد متلي يختلي يا دكتور. اقول ده يا عزيزة؟ انت برضو اللي بتقولي الكلام ده؟
خلاص بقيتي عايشة جوا عقدة نعمات، بتبصي في المراية تشوفيها هي وما تشوفيش نفسك. انت عملت فينا ايه يا نعمات؟ عملت فينا ايه بس؟ لكن لا، انا اسف، الذنب مش ذنبك، انك لا يمكن تكوني عافية لدرجة تقلب كيان واحدة زي عزيزة. مسألة مسألة ظروف واسباب وعلل، مسألة مظاهر خداعة هي اللي خلاتك تعملي كده، وهي نفسها اللي هتخلي أختي ومرات خالي وبنات كتار قوي تانيين يبقوا نسخة مكررة منك. جرالك إيه بس يا ضنايا؟ طول عمرك قلبك علينا، كرهت لنا الخير ليه؟ ليه يا ضنايا كده؟ اهدي يا حاجة اهدي، ما حصلش حاجة أبدا. الدكتور عزت راجل موزون وأنا عاجبني كلامه جدا، بس متهيألي إنه سابق لأوانه شوية. اديني فرصة إني أضعف لكم المبلغ بتاعكم، وبعد كده بقى روح اعمل اللي انت عايزه، ان شاء الله حتى تزرع الصحراء او تعمل مصنع نسيج. دي برضو بلدنا يا دكتور، اللي بنحبها وندوب في هواها ونتمنى تبقى عروس مجليه. صدقني يا دكتور، احنا برضو وطنيين زيك تمام. معلش يا جماعه، هما الشبان كده لمهم حامي، ما تاخدوش في بالكم. ميرسي. نيجي لأهم نقطة بقى يا معلم. أيوة. إمتى الفلوس إن شاء الله تبقى جاهزة عشان مرعي بيه يعمل حساب؟ والله كله حسب التسهيل. مش فاهم؟ دي إحنا بنحافر لحد ما نلاقي زبون سوق يدفع السعر اللي هو. طب أنا أستسمحكم تسيبولي الموضوع ده. طب ما تشتري أنت. لا طبعا، إنما باتصالاتي ومعارفي ممكن ألاقي لكم مشتري بسعر معقول جدا، وأول ما نمضي العقد يديكوا الشيك بالمبلغ. لا يا حبيبي، انا ما احبش الشيكات خالص، انا احب فلوسي تبقى نقديه، احطهم في حضني كده واتدفى بيهم وامل عيني بيهم بحلاوتهم وجمالهم. ايه رايك بقى؟ الله، هوا النيل بالليل يرد الروح. تعرف يا دولي، عيبك اللي في راسك ناشفة وعنيدة زي المرحوم أبوك. تاني يا ماما تاني. تعرف يا ماما، دي أول مرة تتكلمي فيها عن المرحوم بابا من مدة طويلة. الله يرحمه، كان إنسان عظيم جدا، بس يا خسارة ما لحقش يفرح بشبابه الا فكرك بيه دلوقتي. بنت كان عايز يبقى الاول في كل حاجه، حبيته عشان كده، شجعته قوي، كنت مستعجل على كل حاجه، مستعجل على الغنى، مستعجل على الفلوس. صوري لو معي ما اكتشفتش انه عيان الا بالصدفه. خاف يا حبيبي يقول لي انه عيان، لحسن افتكر انه عايز يهرب من احلامنا اللي احنا ناسا، يتحمل فوق طاقته. كنت ببقى سعيده قوي باي مجهود بيعمل. بس انا مش كده يا ماما، مش كده. انا صحيح عايزه اطلع الاولى، لكن برضه ما بتحملش فوق طاقتي، ما بحاولش ابص لعزت. اذا كان هو ذكي وبيفهم، انا برضو ذكيه ومش غبيه. ليه هو مصمم يطلع الاول على الكليه على طول؟ احتكار يعني؟ يمكن هو ظروف وهي يعني. خلاص يا ماما، الظروف دي انتهت وبقى مليونير وبرضو مصمم يطلع الاول. انا بقى مش هسيبه، هفضل ورا ومش هناوله الحكايه دي ابدا. اسمها يا دولي، انا زمان خسرت ابوك نتيجه لعندي. النهارده حبيبتي ما عنديش استعداد ابني اخسرك انت كمان. حطي عقلك في راسك يا دول، انت مش اول واحد تخسر حبيبها، وعزت واهله مش اول ناس تغيرهم الفلوس.
معلم عرفه بقول لك على ما ينتهي من اجراءات الصرف توصل لحد ناصيه الشارع في بقال هناك، جيب منه قد 15 كرتون. حاضر. وبالمره اتفق مع عربيه نص نقل، احسن الشيله هتبقى هلمة. فرير بسرعه. يا معلم يا معلم، حال مشوار يا معلم. انا مالك يا اخي، انا ناكل عليك حقك. كام يعني؟ 1000 جنيه. اتفضل يا حبيبي. خش. سلامة. ترى الفلوس دي متعبة قوي، الله يكون في عون الأغنياء. عندك حق يا خال، فعلا الفلوس حاجة متعبة قوي. نعم يا حبيبي. بتتريق؟ أنا ما أحبش الكلام المتلون ده، زي بيت شم النسيم لمؤاخذة. ولا أنا يا خال. إيه اللي أنت بتعمله ده يا حنيلي؟ ها؟ ايه اللي بتعمله ده يا اخي؟ ايه يا عرف؟ مالك بقيت حمقت ده ليه؟ مش شايفه بيفحص في فلوس ازاي؟ زي ما يكون بيفحص في قوطه. بقول ليه يا معلم؟ ما توزن لي كيلو. نعم يا حبيبي. طب بلاش ما تزعلش نفسك، خليها نص كيلو. ايه اللي انت بتقول ده؟ طب خلاص ربع كيلو، بس لو نقصت عن كده يا معلم مش هتبقى الاحكام والظلم. حنيدي. حنيدة مال حنيدة؟ انا مش بهزر يا معلم، انا بتكلم في الصميم. ده 5 كيلو من دول مش هفوا لحقي. 5 كيلو؟ ليه بقى يا حبيبي؟ ان شاء الله كانوا من ورث اهلك دول. لا يا معلم، لا، الحكايه مش حكايه ورث. لا، قعد معكم انا بقى 40 سنه، بناكل سوا وبنشرب سوا وبنزعل سوا وبنفرح سوا. انت بالذات انا كان معاك شغل كبير قوي، كنت اطلع من الصبح بالليل على العربيه الكار اشتغل، وانت من الصبح بالليل على قهوه بشد في الانفاس. حلو يا عم حنين، حلو قوي. كلمتين ما يتقلوش باي فلوس. بس كان عاجبك يا حبيبي انت كمان، ما تديله من نصيب الست والدتك. ما هو انت عارف يا خالي ان مفيش حد بيشيل حمل التاني، وبعدين مش انا لوحدي اللي بأمر واحكم في حكايه نصيب والدتي. كلام بس يعني طولة لسان. كمل يا عم حنيده، قول قضيتك. انا مش عايز حاجه يا دكتور، انا عايز قرشين اعمل بيهم سبوبه اكل منها عيش. بسيطه قوي. شوف يا حبيبي، انا هقول لك، تصوم وتصلي وتزكي وتعمل خير وربنا هيستجيب لك ان شاء الله. صمنا وصلينا وزكينا وعملنا خير وربنا استجاب. ده الكراتين كانت حطها على كتفنا يا صانم. حد يقول له حاجه يا عالم؟ حد يقول له؟ طب اهدى اهدى يا حنيده، واللي انت عايزه حدولك من نصيب انا وعيالي. لا لا، انا مش عايز حسنه، مش عايز احسان، مش عايز حاجه من نصيب حد. انا عايز نصيبي من معدم العتره ده. انت شهدة، شهدة المعزة. انا ربيته وكبرته وعلمته القهر وخليته بقى راجل في وسط رجالة. يوم هو عايزين من فوق ونزل لتحت. ده احنا كنا في مركب واحد، في مركب واحد، واللي يغرى عليك لازم يغرى عليا، لازم يغرى عليا. عديلة، انا داخل ارتاح يا اختي،
لحسن تعبان طول النهار في البنك، الراجل ده اصله مهروش وهيورش دماغي. معلش يا حميد، ما تاخدش على خاطرك منه، ما انت عارفه بيطلع طلعته حامي قوي، وبعدين بينزل على فشوه. الو، اهلا يا مدام فوزيه. لا 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 ابدا، مفيش مام. انا لا، عندي زبونه تاني. حاضر، هبعت لك نعمات، مش هتتاخر عليك. يا حاضر، مع السلامه. كويس انك سمعت المكالمه، يلا بسرعه لحسن عندها حفله بالليل. حفله يا ريت، بس انا مش هقدر. ليه بس؟ عشان عندي مشوار مهم. مرعبه؟ لا، في اسطبل عنتر. تاني اسطبل عنتر؟ هو احنا ما رناش غير اسطبل عنتر؟ مش خلاص عزلوا؟ يروحوا فين؟ هم لسه دبروا لهم شقه، دول واخدين شهر مهله من المشتري على بال ما يرتبوا امورهم. وانت رايحه بقى تساعديهم في ترتيب امورهم؟ لسه بدري على الحكايه دي، وبعدين انا مش قصدهم المره دي، انا قصد عتبه الحاج برعي. بقول لك ايه يا معلم، الكلام اللي انت قلته النهارده لحميده جد يعني ولا هزار ومناقشه؟ شويه كده وشويه كده. لا يا عرف، ده الراجل عظمه كبير. الله، انت يعني شفتيني رميته في الشارع؟ ما هو طول عمره عايش معانا ويفضل معانا على الحلو والمر. بس انت كنت قاسي معاه حبتين. انا ما احبش الطمع، وحنيدق طمع. ده من عشمه يا راجل، من عشمه. الراجل نفسه يحس بالامان ويطمن. اشمعنى يعني لما جت الفلوس؟ ما طول عمره عايش وقانع باللي هو فيه. بس الخير اللي جالنا له حق فيه. انا اللي اديله بمزاجي، مش من حقه يطلب، مش غصب عني. ايه مالك بتبصيلي كده ليه؟ النهارده بعت حنيدة بالرخيص، من عارف بكره كمان هتبيعني بكام. انا خوفي منك يا ابن خالتي، خوفي منك. يا مين بالله، ما كنت ناوي ادخلك هنا تاني. انما معلش، الجبان بس هو اللي يرد حد جاي يخبط على بابه. وانت ترضى برضه يا حاج؟ ده انا مهما كان نعمات. ازيكم يا اولاد، وحشتوني. يخرب عقلكم، خدوا انا جايبالكم هنا تفاح انما طعمه زي العسل. عارفين بابا بيجيب لنا منه برضه. انت يا الله انها جبت لها ديب من دي. انا عارف. يو ده هي تكسفكم. الظهر ان العيال نسيوني يا حاج، لكن معلش مره في مره هيرجعوا ياخدوا عليا. ليه؟ انت ناويه تيجي هنا تاني؟ الله بقى يا حاج، ده انا بنت حتتكم. عايزه تقول ايه؟ خلصيني. اخس عليك يا حاج، ده انا مهما كان بنت الحته انت من غير كتر كلام. بلغك طبعا ان الجماعه باعوا وقبضوا قرشين كويسين قوي. وبعدين انا قلت يعني اذا كنت انت كمان تحب تتصرف في البيت ده، المشتري اللي اشترى منهم مستعد برضه. انسي الكلام ده خالص، انا لسه بدري عليا. وايه رايك بقى انه يمكن ما بيحش من اصله؟ بقى ده اسمه كلام يا حاج؟ رزقه جاي لك من السما تقوم ترميه كده هو، ولا تقول لا مش عايز؟ اسمع ما اقولك، زن على دماغي مش عايز. انا قلت مش هبيع يعني مش هبيع. يبقى بتحرم عيالك من خير جاي لهم. طب ايه رايك بقى ان عيالي هم السبب في اني مش هبيع؟ ده اكبرهم عنده 12 سنه، محدش ضامن عمره، يبقى لازم احافظ لهم على البيت لوقت عوزي. ايوه يا حاج، بس برضو ليهم حق عليك، المفروض تعيشهم وتنغنخهم في عز وهنا اليومين اللي انت عايشهم لهم. انت يا بنت عبيطه، انا اولادي مش محرومين من حاجه، كل اللي بيشتهوه بجيبه لهم والحمد لله، وان زادت عن كده تمسخ. مش انا اللي انطرد يا حاج. انت كنت جايه في ماموريه وخلصت، عايزه ايه تاني؟ شوفي ناس غنى، روحي بقى توكلي الله يسهلك.
محمود رايح فين؟ استنى هنا، رايح فين؟ رايح فين؟ حبيبي ما تطلبش قلبي معايا في ماما، رد عليا ما توجعش قلبي. ولاد الله خلق الله. على فين يعني؟ مشيت القمر. بلدكم؟ ايه. فالحين اللي انا جاي منها وانا فاهم ان الرزق هنا هوبر هوبر. ده يعقل برضه يا حميده؟ يعقل ده؟ وليه لا؟ هما شالوا البلد من مكانها من غير ما يبلغوني ولا ايه؟ لا ما شالوهاش يا حميده، ما شالوهاش. بس انت ليك من هناك؟ انت ألف مرة قلت انك سيدها من انت عندك 15 سنة، يعني سيدها من يجي 40 سنة، ليك مين هناك بس؟ وليا مين هنا؟ أنا طوز؟ كده برضه يا حميدة؟ أنا اللي بقول هتستنى جنبي عشان أتسند عليه. بالمليون جنيه، الألف الواحدة منهم تسند أجدعها فيل. ظاهر انك هتفضل طول عمرك عبيط يابا. ايه؟ قلت ايه يا عزيزة؟ ما قلتش حاجة، ما قلتش حاجة. ايه؟ مش انت اللي شلتنا واحنا صغيرين على كتافك؟ اي كانت كلمة وعدت، عايز ايه بقى؟ عايزك طيبة جدا. انا قبل ما فرق عنتر قلت له كلمتين لكن في السليم، انا عايز اقولهم لك. خلي بالك من نفسك يا بنتي، الدنيا غداره ويمكن الظروف تقابلنا بعض تاني. احلف لك ساعتها ان حجر عليك سواء كنت لابس كويس ولا مقطع، سواء كنت شبعان ولا جعان، سواء كنت شايل ولا فاضي، سواء مفلس ولا معايا فلوس. السلام عليكم. لا I'm